موعد أخباري الخامسة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. ممثلا لرئيس الجمهورية، الوزير الأول يستعرض بستوكهولم تجربة الجزائر لمواجهة جائحة كورونا، ويدعو إلى شراكات دولية بناءة لتحقيق التعافي المستدام والشامل للجميع. مؤشرات إيجابية لموسم حصاد وافر وناجح بولاية الجلفة. ومن تجورت، جهود لزيادة قدرات تخزين الحبوب بالمرافقة التقنية وتثمين المحصول الفلاحي. ترقية للصحة الجوارية، قطاع الصحة بولاية ورقلة يتدعم بقسم للاستعجالات الطبية لفائدة الأطفال. دوليا، مظاهرات حاشدة للعمال المتقاعدين بالمغرب تواجه بالعنف والقمع من قبل قوات نظام المخزن، مخلفة العديد من الإصابات والجرحى وسط المتظاهرين السلميين. أهلا بكم إلى التفاصيل. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أشغال مؤتمر ستوكهولم بعد 50 عاما، استعرض اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تجربة الجزائر لمواجهة جائحة كورونا وأثارها، وهذا خلال مشاركته في حوار القيادة حول موضوع تحقيق التعافي المستدام والشامل للجميع من الجائحة، مؤكدا بالمناسبة مساهمة الجزائر على الصعيد القاري والدولي في دعم دول منطقة الساحل الصحراوي في مجابهة جائحة كوفيد-19. مفادة التلفزيون سكينة محمود عليها. فيروس كورونا الذي أرهق العالم وتأثيراته السلبية على حياة الشعوب اقتصاديا واجتماعيا أثر سلبا على إمكانيات الدول في التصدي لمشاكل البيئة المختلفة، كان محور أشغال حوار القيادة الثاني لمؤتمر ستوكهولم الذي شارك فيه ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول الذي استعرض جهود الجزائر لمكافحة الجائحة. لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، قامت الحكومة الجزائرية باتخاذ مجموعة من التدابير سمحت بالحد من انتشار الوباء وبتخفيف الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية المختلفة على البيئة. وقد أدى هذا النوع من التجارب إلى التفكير في تعميم هذه الإجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، إذ بذلت الجزائر بقيادة السيد رئيس الجمهورية مجهودات هائلة بما في ذلك شقها المالي الضخم لضمان الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية والمساعدات الاجتماعية لفائدة مواطنيها، والتي تم تكييفها خلال السنتين الأخيرتين بمراعاة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا. ممثل رئيس الجمهورية في المؤتمر أعرب عن قناعة الجزائر بأن التعافي الشامل لا يمكن أن يتحقق إلا بجهد متكامل يضمن ألا يتخلف أحد عن الركب التنموي، كما يتعين توفير شراكات دولية بناءة عملا بمبدأي التضامن ومراعاة الظروف الوطنية للبلدان وقدراتها، فضلا عن مسؤولية الدول المتقدمة في توفير دعم فني ومالي للدول النامية، خاصة نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ومشاركة التجارب الوطنية الناجحة. الوزير الأول ذكر في الأخير بمساهمة الجزائر على الصعيد القاري والدولي في دعم منطقة الساحل الصحراوي في محاربة الجائحة ومشاركة تجاربها الناجحة في سياق الحفاظ على التنوع البيئي. مشاركة قوية وفعالة للجزائر في أشغال هذا المؤتمر انعكست جليا في عرضها لتجاربها الناجحة في مجال مكافحة التغيرات المناخية أو مكافحة جائحة كورونا، وهو ما يؤكد التزام الجزائر بعقيدتها الرامية للتعاون مع كل شركائها وفق أسس التعاون الدولي، وهذا من أجل عالم أفضل. سكينة محمود عليان، التلفزيون الجزائري، مملكة السويد، ستوكهولم. وفي ختام مشاركته في مؤتمر ستوكهولم للمناخ، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في تصريح صحفي يقول المشاركة الإيجابية والمشرفة للجزائر في هذا الاجتماع، مجددا دعم الجزائر للجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على البيئة.
كان تمثيل الجزائر طبعا تمثيلا مشرفا، حيث استعرضنا ما قامت به الجزائر، وقد قدمنا خلال أشغال المؤتمر ورقة عمل تضمنت المقترحات الناتجة عن المشاورات القطاعية والتي شاركت فيها كل قطاعات الجزائر، والتي تضمنت اقتراحات الجزائر لتحقيق البعد البيئي في التنمية المستدامة. كما قمنا بإبلاغ مؤتمر ستوكهولم بمصادقة مؤتمر القمة الإفريقي الاستثنائي الذي جرى ب 27 مايو بمالابو، على مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء آلية مدنية إفريقية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وهي تعتبر آلية استشرافية استباقية ثمنها الجميع، سوف تساهم بطبيعة الحال في محاربة كل الآفات البيئية والمناخية التي تواجهها قارتنا السمراء. أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني أمس خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة العمل على ضمان التزود بالماء الشروب خلال هذه الصائفة عبر التراب الوطني. وبالمناسبة أعطى الوزير إشارة انطلاق مشروع استغلال المياه المعاد استرجاعها وتوجيهها نحو السقي الفلاحي. اليوم الحمد لله دونك عندنا ان اكيليبر اترافير توت لي ولايا في لي 75 باراج اون اكسبلطاسيون، لو طو دو رومبليساج راه 44%. عندنا لي 11 ستاسيون دو ديسالمون، دونك راح تكون اون بيريكواسيون ايدريك اترافير توت لي ولايا. كيما تعرفوا في البروغرام تاع لي 5 ستاسيون دو ديسالمون كاين لا ستاسيون ديسالمون تاع فوكادو. فوكادو سي اون 300000 متر كوب جور، 150000 متر مكعب راح تمشي للجزائر العاصمه، و 150000 متر مكعب راح تمشي لولايه البليده للسقي الفلاحي. كان يعني طالب من الفلاح كنا عطينا لهم المرة الأخرى 1,800,000 متر مكعب للسقي. اليوم خذينا يعني قرارنا مسؤولون نقدروا نزيدوا لهم حتى 2 ولا 3 ملايين. النسب المريحة لامتلاء السدود ساهمت بشكل محسوس في مضاعفة الانتاج الفلاحي، فمع انطلاق حملة الحصاد والدرس بولاية الجلفة تمت مضاعفة عدد نقاط التخزين الموجهة للحبوب تزامنا وتوقعات بزيادة في الانتاج. محمد شوقي بونيف. من منطقة البعاج ببلدية حاسيبحبح بولاية الجلفة أعطيت إشارة انطلاق موسم الحصاد لهذه السنة بتوقع إنتاج أزيد من 850,000 قنطار من مختلف الحبوب بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية. الإنتاج في القطار ماهيش كما السنوات الماضيه، كنا ما نفوت نتجاوزوا 35 قنطار في القطار، لكن السنه رانا معولين نتجاوزوا 50 قنطار في القطار. عندي 100 قنطار في منطقه حاسيبحبح، سيينا 30 خيشة تاع 50 كيلو في الساعة، والحمد لله راها السنة راها خير وبركة. ولإنجاح هذه الحملة تم تخصيص 78 آلة حصاد ستغطي كل تراب الولاية لمرافقة الفلاحين في عملية الحصاد، وكذا توفير المخازن وتقريبها من الفلاحين لتخزين القمح بنوعيه والشعير. اليوم سجلنا على مستوى ولاية الجلفة ما يفوق 100% من زيادة في الإنتاج ومن ثم في المحاصيل مقارنة للسنة الماضية. سخرنا كل المواقع الممكن استغلالها لتخزين هذا المحصول. تعاون الحبوب بقول الجافة فاتحة أبوابها 24 ساعة على 24 ساعة، سبع أيام على سبع أيام. كل فلاح اللي يحصد المنتوج تاعه ويتوجه به لتعاونية الحبوب. سعة التخزين الكمية المتوقعة اللي تفوت 260,000 قنطار، وإن شاء الله الكمية تاع اللي راها تاع السعة اللي تفوت التوقعات، معناتها ما عندناش مشكل في التخزين. إذن هي مؤشرات إيجابية تبرز مواكبة الفلاحين لاستراتيجية الدولة وتوجهها في تحقيق الأمن الغذائي بتحقيق قفزة نوعية يترجمها الارتفاع الملحوظ لكمية إنتاج الحبوب بولاية الجلفة إلى الضعف مقارنة بالسنة الماضية. وبتجر تتواصل بتعاونية الحبوب والبقول الجافة عملية استقبال محصول القمح والشعير لهذا الموسم، موازاة مع استحداث وحدات جديدة تدعم عملية التخزين وإجراءات لتسهيل دفع المستحقات لفائدة الفلاحين. التفاصيل مع منصور صباح. في ظل الأرقام التي حققتها حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم في شعبة الحبوب، جهود تبذل لرفع طاقة التخزين. هنا بولاية تجرت ما زالت كميات منتوج القمح والشعير تصل إلى وحدات التخزين بعد ضمان نقلها من قبل تعاونية الحبوب لولاية ورقلة. تم تخصيص 132,000 قنطار موزع على 6 وحدات
لولاية على مستوى ولاية ورقلة وتقرد. العام هذا كان هناك يعني فتح لمخزنين سعة 60,000 قنطار، 40,000 متواجدة على مستوى تقرد و 20,000 على مستوى ولاية ورقلة. التحفيزات الموجهة لدعم شعبة الحبوب من خلال الأسعار الجديدة خطوة انعكست إيجابا على المنتجين والفلاحين من خلال دفع المحصول إلى التعاونيات مقابل الإسراع في إجراءات دفع المستحقات. المستحقات تقريبا رانا يومين من وصلنا البذور تاعنا هنا، ولله الحمد هاي قدامكم يعني ولله الحمد وصلنا اليوم ثم تقريبا استلمنا المستحقات تاعنا. حتى النقل كفلونا به من المزرعة، من منطقة الإنتاج جانا النقل حتى للمخزن. التعاونية راهي بدات يعني في الدفع تاع المستحقات، وذلك بعدم تجاوز 72 ساعة كحد أقصى يعني. تعاونية الحبوب والبقول الجافة بورقلة التي يصل حدود نشاطها إلى العديد من ولايات الجنوب الشرقي تسعى إلى تنفيذ سياسة القطاع في دعم شعبة الحبوب بالمرافقة التقنية وتثمين المحصول الفلاحي. في الانشغال الصحي تدعم مستشفى محمد بوضياف بورقلة بمصلحة استعجالات جديدة خاصة بطب الأطفال ستساهم في تحسين الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بمختلف الحالات المستعجلة من فئة الأطفال. سمية مزور. مصلحة الاستعجالات الطبية للأطفال بمستشفى محمد بوضياف بورقلة تدخل حيز الخدمة لما تكتسيه من أهمية في تقديم خدمات صحية تعنى بالطفل في مبادرة لاقت استحسانا كبيرا من قبل السكان. الحمد لله كاعت يعني واحدة خاصة بالأولاد الصغار، يعني هذه سهلت بزاف أمور يعني جبتها والحمد لله يعني استقبلوني ودواجيت استعجالات تاع الأولاد الصغار، يعني استحسنت الخطوة دي. هذا بطبيعة الحال سيسمح بتكفل أفضل لشريحة الأطفال على مستوى الولاية. حاجة مليحة كيف صلتوا الدراري وحده ولا الكبار وحده من هذه. المصلحة تم تزويدها بجميع الوسائل اللازمة من تجهيزات وطاقم طبي وشبه طبي مؤهل بغية التكفل بمختلف الحالات الوافدة بكل أريحية. احنا نتكفلوا غير بالاطفال، اطفال من عمر 30 يوم حتى 15 سنه نتكفلوا بهم هنايا في هذا الاستعجال، سواء جراحه ولا ميديكال طب ولا جراحه. والحمد لله اليوم عندنا اليوم كاين اطباء وكاين شبه طبيين. الهدف من هذه العمليه هو تحسين الخدمات الصحيه الاستعجاليه للاطفال. تتكون هذه المصلحة من مكتب للفرز الطبي وللأطفال بالإضافة إلى قاعة العلاج وقاعة الأكسجين. هذه المصلحة إضافة نوعية في المنظومة الصحية بالولاية ستسمح بضمان بيئة علاجية متخصصة لفائدة الأطفال. وبهدف التعريف بإسهامات الطفل الجزائري البطولية إبان الثورة المجيدة، أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أمس على خرجة إلى المتحف الوطني للمجاهد رفقة عدد من الأطفال المقيمين بالمؤسسات التابعة للقطاع. هند شرفي. شروحات وتوضيحات حول عديد المحطات التاريخية استفاد منها الأطفال في جولة استطلاعية بالمتحف الوطني للمجاهد. اليوم جينا المتحف المجاهد مع السيدة الوزيرة باش نطالعوا على لوحات المجاهدين وعن التاريخ الجزائري. بمناسبة اليوم العالمي للطفل أتينا إلى المتحف الوطني مع السيدة الوزيرة لنتعرف على شخصيات تاريخية ووطنية ولنرى بعض المجاهدين الذين ضحوا من أجل الجزائر. تعرفنا على طفل صغير كيف كان يكافح الثورة. حملوا على أرواحكم ويعني واحتفظوا على الجزائر، الجزائر أمانة بين يديكم. جولة بين أروقة ولوحات المتحف الوطني للمجاهد والتي خصصت لفئة الطفولة المسعفة.
من أجل الاطلاع على نضالات الطفولة في الثورة الجزائرية، وطبعا هذا حفاظا على مبدأ تواصل الأجيال، لأننا نؤمن في القطاع بأنه لا مستقبل بدون تاريخ، وتنمية هذه المبادئ التاريخية طبعا والتشبث بالوطنية تبدأ منذ الصغر، وتشوفوا أنه كان فيه شغف للأطفال لرؤية هذه الثلة من أطفال وأبطال الجزائر. تلقين الطفل تاريخه في الصغر ميدانيا خطوة نحو صناعة جيل متشبث بالقيم الوطنية. تشهد فرنسا هذه الصائفة ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مع تدني نسبة الإنتاج وتراجع نوعية الخدمات، ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للفرنسيين. عفاف بالهوشات. تشهد فرنسا صيف هذا العام ارتفاعا لم يسبق له مثيل خلال ما يقرب من 40 عاما لمعدل التضخم، وقد دقت جائحة كورونا انطلاقة التضخم العالمي الذي زادته تفاقما الحرب في أوكرانيا، ليبلغ معدله اليوم في فرنسا ذروته ويقف عند 5.2% على أساس سنوي خلال أذار مايو، إلا أن لهذا التسارع سبب ثالث. حقيقة يمكننا القول أن هنالك سياسة نقدية جديدة في أوروبا، وقد تسببت في ارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى عاملي ضعف الإنتاج وتراجع الخدمات. تضخم ينعكس على ميزانية الفرد الفرنسي بتكلفة إضافية قدرها 90 يورو شهريا، موزعة بشكل أساسي على الطاقة والغذاء والخدمات والسلع المصنعة. في كل مكان بفرنسا الأسعار مرتفعة جدا، وقد تضاعفت في أماكن أخرى. الفرق واضح، الكثير من المواد والمنتوجات شهدت ارتفاعا محسوسا في الأسعار، إضافة إلى عامل الندرة الذي طال بعض المواد. ما يقلقني على وجه العموم أن هنالك فئة ستتضرر كثيرا من هذا الارتفاع في الأسعار، من الصعب تجاوز الأمر. لدي صديقة خفضت من سرعة سيارتها أثناء القيادة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود. بالفعل عرفت أسعار الوقود قفزة بنسبة 20% بفرنسا، تتجسد بارتفاع متوسط نفقات النقل للفرد يعادل 27 يورو شهريا، فيما تدرس الحكومة الفرنسية زيادة أسعار الفائدة على المدخرات كإحدى الحلول المحتملة للتضخم على نطاق أوسع. في أوروبا اليوم الكثير من الدول لجأت إلى الاستدانة، ومع ارتفاع نسبة الفوائد تتعقد الأمور المالية لهذه الدول، وفرنسا من بينها. وتبقى معضلة المخزونات الطاقية منها كالغذائية مطروحة، وقد اعترفت أكبر شركات السوبر ماركت بمدى التداعيات الكبيرة للتضخم على قطاع الغذاء، كما تم مؤخرا تقنين تمويل المحلات على أساس جغرافي من قبل موردي المواد الأولية. والآن إلى موعد الأخبار الدولية، في تقديمها جاويدة بدر. إليك جاويدة. شكرا لك بدر الدين، أهلا بكم مشاهدينا إلى موعد الأخبار الدولية، نلتقي بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. بداية، شكلت جائحة كورونا محور نقاشات اليوم الثاني من الاجتماع الدولي حول البيئة المنعقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وقد ألحت الوفود المشاركة في الاجتماع على أن سبيل الاستثمار في الطاقة المتجددة بإمكانه دفع بالجهود في حماية البيئة والمناخ. تقول صالح قاسي. في اليوم الثاني من الاجتماع الدولي حول البيئة المنعقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم، خصص المشاركون نقاشا حول تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال تشكل تحديا كبيرا للسكان المعمورة، وبالنظر إلى الارتباط بين انتشار فيروس كورونا والتدهور البيئي حسب ما أكدته تقارير عالمية ومنها الأممية، تبرز أهمية النظر في تصحيح الخلل الحاصل في النظام البيئي الذي سيترك آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ومنه على تحقيق أهداف التنمية العالمية الاجتماعية والتنموية المستدامة. وتحت شعار ستوكهولم بعد 50 سنة، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع، مسؤوليتنا فرصتنا.
أبرق لقاء ستوكهولم تحذيرا بضرورة التعجيل في اتخاذ إجراءات جريئة وتوحيد الجهود لكون الجميع يعيش في كوكب واحد ويواجه التحدي نفسه. وقد دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى تطوير حزمة تحويلية من الإجراءات البيئية تجمع نتائج المؤتمرات السابقة بشأن تغير المناخ، كما ألحت الوفود المشاركة اليوم على أن سبيل الاستثمار في الطاقة المتجددة بإمكانه الدفع بالجهود في حماية البيئة والمناخ. كما ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة مراعاة وضع الدول الفقيرة التي تأثرت بشكل كبير من الصدمات المناخية التي تنتجها الدول الصناعية وضرورة دعمها لمواجهة هذه التحديات. في الملف الصحراوي، عقدت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية اجتماعا رفيع المستوى مع نائب الوزير الأول وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ناميبيا وبحضور ممثلة جبهة البوليزاريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة في جنيف. الاجتماع شكل فرصة اطلعت خلالها الوزيرة الناميبية على عمل المجموعة التي تضم سفراء من عدة بلدان صديقة للجمهورية الصحراوية والدور البارز على مستوى مجلس حقوق الإنسان وباقي المنظمات الدولية بجنيف في المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي. وأشادت رئيسة الدبلوماسية الناميبية بفكرة تشكيل المجموعة وبالتضامن الدولي مع الشعب الصحراوي بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال كباقي شعوب المعمورة. حظيت أيقونة المقاومة الصحراوية سلطان خيا والوفد الأمريكي المرافق لها باستقبال شعبي حار ومميز لدى وصولهم أول أمس إلى مطار لاس بالماس بإسبانيا، حيث ستخضع المناضلة للعلاج بعد تدهور وضعيتها الصحية جراء الانتهاكات التي تعرضت لها على يد قوات القمع المخزنية. وحظيت خيا لدى وصولها بتغطية إعلامية واسعة من الصحافة الإسبانية والتي أفردت لها حيزا مهما من التغطية، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها القضية الصحراوية عند الشعب الإسباني. من جهته، دان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع تنظيم حفل في موقع تاريخي بالرباط لإعلان إطلاق مكتب قناة صهيونية بالمغرب، معتبرا الأمر تدنيسا للمعلم يتجاوز التطبيع السياسي الإعلامي الرسمي ويعد طعنا في شرف وكبرياء وتاريخ وذاكرة الشعب المغربي. وأبرز المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن تنظيم الحفل بالموقع الأثري يحمل إشارة ضمنية إلى تواطؤ المخزن وتأييده غير المباشر للسياسة التي ينتهجها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني واستمرار جرائمه في حق الشعب الفلسطيني. بالمغرب، مظاهرات حاشدة للعمال المتقاعدين تم تنظيمها أمام مبنى البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، والتي قوبلت بمواجهات عنيفة وقمع من طرف قوات الأمن المغربية، وهو ما خلف إصابات وجرحى وسط المتظاهرين السلميين الذين رفعوا شعارات مطالبين بحقوقهم الشرعية والقانونية كمواطنين مغاربة وعمال متقاعدين. مظاهرات تأتي فيما تتسع دائرة الاحتجاجات الشعبية بعديد المدن وريف المغرب وفي مختلف القطاعات العمالية، حيث دعت المكاتب الموحدة لإطفائيي المطارات وتقنييها في المغرب إلى شن إضراب وطني شامل لمدة 5 أيام كاملة ابتداء من 15 جوان الجاري. في فلسطين، أدى اليوم عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال الصهيوني التي اعتقلت فجر اليوم 3 فلسطينيين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت في الآونة الأخيرة عشرات الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية للقطاع بهدف منعهم من الوصول لأراضيهم القريبة من الحدود الشرقية للقطاع.
في مالي قتل موظفان يعملان في بعثة للصليب الأحمر الدولي في هجوم مسلح بمنطقة كايس غرب مالي. الهجوم الذي نفذه مسلحون أدانه الصليب الأحمر المالي بأشد العبارات كونه يقوض المهمة الإنسانية تجاه الفئات الهشة من السكان. في تطورات الوضع بأوكرانيا، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي والتأثير السلبي على الأمن الغذائي في العالم. سامرة طاهر والمزيد. في ظل عمليتها العسكرية الدفاعية في أوكرانيا، تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية والتقدم في عمق الجبهة الشرقية. وحتى هذا الوقت سيطرت روسيا على 20% من أراضي أوكرانيا، وتركز هجومها حاليا على منطقة دونباس والمدينة الاستراتيجية سيفيرو دونيتسك، والتي تحكم قبضتها على جزء كبير منها. وأمام ذلك، كييف تطالب مجدداً الغرب بمزيد من الأسلحة، خاصة الثقيلة منها، لمواجهة المد الروسي، وأملاً في تغيير ميزان القوى على الأرض. وقد تعهدت أمريكا بتقديم أنظمة صاروخية متطورة، وهو ما حذرت منه روسيا واعتبرته صباً للزيت على النار، وأمراً قد يزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة بينها وبين واشنطن. روسيا حذرت أيضاً من أن مواصلة فرض القيود والعقوبات عليها لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي والتأثير على الأمن الغذائي. نهاية أخبارنا الدولية، شكرا لكم على طيب المتابعة. عودة إليك بدرتي. شكرا جزيلا جويدة على تفاصيل الأخبار الدولية. ونختم بمعالم الجزائر الدينية. المسجد العتيق بولاية تيارت صرح شامخ بهندسة معمارية إسلامية فريدة من نوعها، شيده الجزائريون إبان الاستعمار الفرنسي للحفاظ على الدين والقيم الإسلامية. مسين حامي. بعاصمة الرستوميين تيارت، بوسط مدينتها التي تنم على الحياة، عينك إذا تنبهت إلى ما وسمته لمحات الجمال في المسجد العتيق تفتح جنان الروحانيات والرونق في تجليات كمال معماري مرصود تخاله للوهلة الأولى من الطراز العثماني. نحن الآن في أقدم مسجد في ولاية تيارت المسمى تيارت حديثا، والبناية التي بني بها على شكل الذي بناه كما قال بعض الناس أنهم إيطاليون، يعني المهندس الذي بناه هو إيطالي، وبنى على نموذج الأتراك حاليا، يعني على النموذج الحالي هو على نموذج الأتراك. هندسة إسلامية بأياد إيطالية استعانت بها أعراش ولد الكرد بن مدين، ولد شريف العويسات، وعرش الكرايش وأخرى بالمنطقة، إبان الاستعمار الفرنسي كرد على بناء كنيسة بالجهة المقابلة للمسجد العتيق ليكون سرحا شامخا يحافظ على الدين القيم والمبادئ الإسلامية. بناه المسلمون آنذاك نتيجة لبناء المسيحيين النصارى الكنيسة المتواجدة أمام البلدية القديمة، والآن هي حولت إلى 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 مسجد، وأن المسلمون بنوا هذا المسجد على عواتقهم وبإمكانياتهم البسيطة. نسق معماري ومنارة علم نور ودين، ذلكم المسجد العتيق منارته ترتفع شامخة إلى السماء تزهو ببهائها على مباني المدينة تيارت. إلى التذكير بأبرز ما جاء في النشر. ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول يستعرض بستوكهولم تجربة الجزائر لمواجهة جائحة كورونا، ويدعو إلى شراكات دولية بناءة لتحقيق التعافي المستدام والشامل للجميع. ما
مؤشرة إيجابية لموسم حصاد وافر وناجح بولاية الجلفة. وتابعنا من تجور جهود لزيادة قدرات تخزين الحبوب بالمرافقة التقنية وتثمين المحصول الفلاحي. ترقية للصحة الجوارية، قطاع الصحة بولاية ورقلة يتدعم بقسم للاستعجالات الطبية لفائدة الأطفال. دوليا، مظاهرات حاشدة للعمال المتقاعدين بالمغرب تواجه بالعنف والقمع من قبل قوات نظام المخزن، مخلفة العديد من الإصابات والجرحى وسط المتظاهرين السلميين. ختم هذه النشرة في أمان الله.